لازم بابه قرح. كانوا يقولون أخلق بذي الصبر أن يحظى بطلبته، والمدمن القرع للأبواب أن يلجا. تدمن قرع الأبواب ستلج ولا لا؟ ربك أكرم من هؤلاء الذين تقرع أبوابهم وتدمن على قرعها ويردونك. وإذاك يقول الشيخ المكودي المغربي المشهور شارح الألفية وغيرها، إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. هذا لا تراني واقفا ببابه، إنما أقرع باب ربي الذي لا يغفل عني، ولا يمل كثرة طلبي، ولا يسأم إلحاحي. هذا ربي. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وتترك الذي لا يغضب من إلحاحك، وتقصد الذي لا يغضب من رؤيتك قبل أن تسأله. وربك يناديك، هو يناديك ويعدك ويخبرك أنه منك قريب، وأنه يجيب دعوتك إذا دعوته وتلهو عنه وأنت غافل عنه. التوفيق، وسل من ربك التوفيق. والتوفيق، التوفيق أن يعلمك ربك ذلك ويرزقك العمل بذاك الذي علمت فتدعو الله. كلما كنت في زعزع، كلما كنت في كذا، كلما أصابتك عضتك الدنيا عضة، رفعت بصرك إلى السماء، ناديت ربك، قرعت بابه، سجدت بين يديه، بكيت، تضرعت، تذللت بين يدي ربك سبحانه وتعالى. أبيات أبي القاسم السهيل يقول الأبيات المشهورة: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن جوده في قول كن، أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. أسأل الله تعالى أن يغنينا بالافتقار إليه والقرع لبابه والنزول في فناء طاعته.